هذا رجال قيل انه مقدم قومه بالزمان السابق، يقول هذا الرجال له عيال ولا يدري عنها. الرجال سبر انت يا مقدم هذا القوم، وعد ما سبر يبي يوكل حد عياله، وعياله قطعه ولا اختبارهم ولا يدري عن شيء. يقول جاي يوم من الايام يقول له والله كالحنش قدامه، يقول يذبح انت يا الرجال ذات الشايب. يقول يوم من ذبح الداب، يقول استغفر الله العظيم ما ذبح الداب، مسك الداب وخاط خاط براطمه علشان ما يقرص او قلع ضراسه. الناس الاولين يفعلون بالديبان، لا شفته تقول هذا ما ريبك الناس كلها، وهو يا اما مخيوط براطمه ولا مقلعت اسنانه. نعم. يقول جاب الداب الرجال انت هالشايب، يقول قدام عياله يقول برا، يقول وخلاه تطاول مثل ما تطاول اخينا بالله. يوم انه يقول ما درى الا عيونه الداب بعيوني مثلا قريب. والمهم حطه هنا دم العيال، تراها سووا اتفاقية بين أم العيال وبينهم، قال أرسل العيال علي نبي نختبرهم نشوف. أنا الشايب تبر بس إن شوي ولا ندري يعني عم قديم الأمور، وهذه القوم لازم إنهم مثلا خلها عندك الله يرضى عليك. حول ولا قوة إلا الرجال يبي يختبرهم. الرجال يمكن بعد اسبوع ولا بعد شهر العلم عند الله، ولكن يبي يحط مقدم القوم يحط من عياله، والرجال يبي الطيب ما يبي اللي يخفض الراس، يبي يرفع الراس. سوى مع ام العيال، قالت وش اسوي؟ قال اسر بالعيال علي، ولا منهم شافوا الدابه بحطها على صدري وبنخاهم، اباخذهم على واحد واحد. يقول المهم جاك الأول، يوم جاء الأول يقول قال ولدي يا ولدي هذا حز النفع، الداب شفه بحلقي، عيونه على عيوني وواصلني الداب، لكن وش عندك؟ قال يبه أنا بأخذ البندق وبقوم وبرميه بحطها برأسه. قال يا ولدي تبي تصيب رأسي قدام تصيب رأس الداب. صدق؟ إيه، ولكن يا ولدي رح لأمك. الله الله، راح لأمه. يوم انه جاء امه قال ابوي يقول خلاص رح لامك. قالت انت يا فلان، المهم يبي ياخذهم سرى، والله ما ادري هم سته او اكثر او اقل. اخذ الثاني، يوم اخذ الثاني يقول وجاء قال يا ولدي الداب شفه على حلقي، عطني علومك انجي من الداب، المنجي رب العالمين، وحال حين الداب متمكن مني. اي قال يبها بروح اخذ الدبسه قيل انها سبيره وقدامه، وترى يبها برضخه على صدرك ويبها تصبر شوي بيرضخ الشاي. ما دسم تصبر شوي. اي المهم قال رح يا ولدي لامك، رح لامك. راح الولد لامه ما نجح، ويوم انه وصل الام قال والله جيت من ابوي ويقول رح لامك. قال تريح يا ولدي، فلان اللي على هسره ابوك عنده مشكله تغانمه قدام يكرس الداب. المهم جاء الولد وقال يا ولدي الداب شباب حلقي، وش عندك لي؟ ها عندك؟ قال يبه والله ما فيه إلا السيف. السيف سيفنا، الرجال أمير ومقدم قوم، والبندق جاهزة والرمح جاهز والسيوف جاهزة، وكل ما هم علقت قدامه، وقوم العيال يأخذونها بسرعة. يبه ما فيه إلا السيف، أنا بتشطر من هذا الداب ومن بعيد ومن قريب ترى بيذب راسه قدام يجي راسك. قال يا ولدي تبي تصيب راسي قدام راسه، لكن رح لامك. ماشي. يقول راح الثاني، يقول يوم من هذا يقول له والله معه مصلاب انت يا الثاني، جاي عنده خبر ان فيه داب. ايه قال يوم انه جاي يقول له والله معه هكا المصلاب طويل يسوونه من الطلح، تقول عمود بس انه طويل ودقاق. قالوا لي يعني ايش مصراب؟ مشعاب؟ لا ما هو مشعاب، ما هو مثل حق ابو علي، هذا الطويل، هذا الطويل ومسلوت، تقول ماسوره. اي ماسوره حديده. الله الله. لا ما ماسوره، يقول لا 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 هذه ياخذونها من الخشب ويزينونها. المهم جايهم جا قال ولدي يا ولدي وش تقول؟ الداب وصلني ولا بقي الا يعضني حالي. قال لي يبه تصبر، خلك كانك الحمد لله وابشر بالخير. يحط العصا حدر من بطن الداب. قال يمكنها شوي شوي، وقال لا انا تمكنت. قال هو شلعها، قال له ضرب بالدار، قال له والله ان هذه اخر حياه الداب. قال متفضخ دماغه، قال تراك يا ولدي انت الامير على قومك.
سلام. أنا رايح بكرة ولا النهار الثاني وأنت راك أمير على أخوانك وعلى قبيلتك. هذه وصار رجال طيب وصار طيب من أبوه وعلومه طيب وخطوطه مثل ناجحة سلامة الجميع وأنت بسالمين غانمين وهذا ما سمعنا. سلمت وجملت على هذه القصة المفيدة واللي نستفيد منها عدم الاندفاع وعلى التروي وعلى الصبر وعلى يعني أخذ الأسباب دون